السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد من القناة. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجتين، أول حاجة حالة الفنانة دلال عبد العزيز منذ قليل، وتاني حاجة حالة الإعلامي وائل الإبراشي. بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز، صرح مصدر من داخل المستشفى الخاصة اللي بتتعالج فيها وقال ان حالتها تدهورت عن امس، مما استدعى وضعها على اجهزة طبية اضافية ومنها جهاز يستخدم لزيادة تدفق الاكسجين للمريض، وجهاز تنفس صناعي يستخدم لحالات الاختناق التنفسي، وانها تعاني من فشل تنفسي حاد. اما بالنسبة عن الاعلامي وائل الابراشي، فقد صرح مصدر طبي بان حالته الصحية تتحسن وسيعود للشاشة قريبا ولجمهوره ومحبيه. داعين الله عز وجل أن يشفي الإعلامي وائل الإبراشي والفنانة دلال عبد العزيز. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي.